طيب استاذ محمد، خليني اسالك هنا على اداء بريرا تحديدا. شايف ان الخطه اللي اتلعبت بيها المباراه هي كانت الخطه المثلى؟ احنا شفنا الاستحواذات للزمالك كانت 34 مقابل بنتكلم في يعني حاجه و60 للهلال السعودي. فشايف الفرق الكبير ده السبب في تكنيك اللعب اللي ما كانش موفق فيه فيريرا، ولا كان في لا السبب في قدره لاعبي نادي الزمالك قدراتهم ولا الثقه الزياده اللي راح بيها نادي الزمالك؟ لا لا نادي الزمالك انا بطل الدوري وانا لا 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 بالعكس، انت بتلعب بطل اسيا مش بطل السعوديه بس، ده بطل اسيا وبطل السعوديه وفي 8 لاعبين اجانب. بس ما هو ربما تكون النديه في يعني ما قبل المباراه هي كانت سبب من اسباب. لا ما كانش في نديه، يعني فكره انت بطل اسيا فانا بطل الدوري وانا لا انا بتحافظ على كده. كان جمهور الزمالك والجماهير المصريه كلها كانت متخوفه من الماتش ده، وكانوا خايفين ان ممكن تحصل نتيجه كارثيه لنادي الزمالك. نادي الزمالك ما قيدش لعيبه خلال السنتين اللي فاتوا، نادي الزمالك بيعتمد على الناشئين، يعني عدد كبير جدا من الناشئين، حتى كان امبارح في 3 لاعبين ناشئين. يعني اذا النتيجه كانت متوقعه. كانت متوقعه، لكن ضربات الجزاء ده حظ، احنا ممكن كان نادي الزمالك يوصل لضربات الجزاء وكان يكسب، لكن قوه فريق الهلال لا تقارن بمستوى اداء لاعبي نادي الزمالك اللي هو كان ولاعبي نادي الزمالك حسب قدراتهم وامكانياتهم كتر خيرهم. فيريرا بيستخدم كل ادواته من اجل تقديم الافضل، والافضل ان هو كان يلعب بطريقه الدفاع اللي حصلت امبارح مع فريق رهيب زي فريق الهلال. انت ما عندكش خط وسط، يمكن باستثناء امام عاشور ما فيش عندك خط وسط ولا صانع العاب، كنا بنعتمد على اللعبات الطوليه اللي جاب منها هدف الزمالك اللي هو من خلال كره من الخلف الى المدافعين، بعكس فريق الهلال كان بيتناقل الكره بسلاسه بقدرات لاعبيه. ففي فرق كبير جدا بين المستوى بين نادي الزمالك ونادي الهلال السعودي، وده الفرق بين الكره المصريه والكره السعوديه. يمكن احنا الكره المصريه في وضع والكره السعوديه في وضع اخر. الكره السعوديه كسبتنا في كاس العالم 2018 اخر مره لما كنا بنلعب السعوديه في روسيا. السعوديه وصلت السنه دي للمره السادسه كاس العالم. السعوديه دوري قوي جدا، دوري محترفين على اعلى مستوى بعكس مصر. يعني يمكن في السعوديه في 5 فرق دايما بتنافس على بطوله الدوري، ما يعرفش مين البطل غير في اخر ماتش. الهلال والنصر والشباب واتحاد جده والاهلي، بعكس مصر البطوله تبقى محسومه ما قبلها بين اسبوعين ثلاثه او اسبوعين. نظرا للفرق الشاسع بين الكرة المصرية والكرة السعودية، الكرة المصرية لا يطبق فيها الاحتراف بصورة جيدة أو صورة صحيحة جدا، وفي مشاكل كتير جدا بتواجه الكرة المصرية في الإدارة وفي اللاعبين وفي أسعار اللاعبين، عكس الكرة السعودية هناك احتراف متكامل في كل شيء، في التحكيم، في الملاعب، في كل شيء. ففي فرق. احنا في الدوري المصري 4 أو 5 أندية شعبية والباقي كلها أندية شركات، يعني ممكن نقول دوري الشركات، عكس السعودية ما فيش أي فريق لأي شركة، كل الفرق بتمثل محافظات وبتمثل كيانات محترمة وقوية وبتدعم لاعبيها. أنت حضرتك عارف إن أسعار لاعبي الفريق الهلال السعودي امبارح 70 مليون يورو، كلهم دول يعني 3 أضعاف أسعار لاعبي الزمالك. ففي هناك فرق كبير بين جودة كمان اللعيبه وجودة. ما هو طبعا المحترف يعني مش فكرة افضل فلوس. طيب. هو انا ممكن ادفع فلوس لكن اديني الجوده واديني الشخص المتكامل. لا يعني اللي بصراحه شفنا ماتش حلو، الفلوس أو. بتجيب الجوده. ما انت بتروحش تجيب بمليون جنيه دولار لاعب على مستوى. طيب انا عندي يعني سؤال. انا مش متفق لان احنا شفنا جيل عظماء ما كانش بالمبالغ اللي بتدفع دلوقتي. ما احنا ما بنتكلمش على الماضي، الماضي شيء والحاضر شيء. دلوقتي كره القدم اصبحت صناعه وتجاره غير الماضي خالص. الماضي كانت فيه هوايه، كنا احنا اللي علمنا دول الخليج كلها كره القدم، وكل المدربين المصريين هم اللي راحوا انشاوا كره القدم وانشاوا الانديه صحيح. نفسها في السعوديه وفي دول الخليج كلها. الوضع النهارده اختلف تماما، نشوف هم فين واحنا فين. هناك فرق كبير جدا بين المستوى في مستوى كره القدم حتى في الملاعب.